مباراة أميد سدد في مرة ويحاول في الثانية لكنه يفضل التمرير، نقلة لعبد الرشيد، محاولة العميد، تسديد الكرة. الهدف الأول في هذا اللقاء، هذه هي الإعادة وهذه هي التمريرة، عبد الرشيد تسديدة لم يتمكن جاسم الغيل أن يوقفها رغم أنه أوقف الأصعب. العميد يترجم السيطرة إلى تقدم، العميد يترجم الأفضلية إلى 1-0 ويرفض أن ينتهي هذا الشوط الأول بنتيجة 0-0. عناق بينني جولة بعد هذه المباراة، لدينا مواجهة السد والريان وأيضا الخور وتحيل، لدينا انطلاق الآن لصالح الملك في هذا المكان، تسديدة قوية. الذهب الذي لا يصدع، الذي ينجح في أن يعدل النتيجة، ينجح في أن يعدل النتيجة، بشار ينجح في أن يعيد الملك للمباراة 1-1 بـ10 لاعبين، إلا أنه العلم